بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيم المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كل سنه حضرتك طيب يا كابتن منور. كل صحتك طيب وكلكم بخير والشعب المصري كله بخير يا رب، ودايما يا رب عيد مبارك على الامه الاسلاميه وعلى الامه العربيه بخير يا كابتن. يا رب ان شاء الله. شام طيب. برحب بيك كابتن ايمن وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مبروك النادي الاهلي على الفوز والاداء والنتيجه، وهارد لك للبنك الاهلي. قبل ما نتكلم كابتن عادل، المباراه عدت زي الفل، كلنا شفنا ان الامور ماشيه بشكل كويس كجمهور، ولكن كتحكيم هناك في اخطاء يا كابتن عادل هي لم تؤثر يا كابتن شريف في اي مباراه، ولكن خلينا نتكلم على الماده 12 يا كابتن شريف. مش موجود بس فيها انك انت بتحتسب المخالفه فقط، المخالفه وهنا هل تستحق بطاقه صفراء كارت ولا بطاقه حمراء، هل هي باهمال؟ ده الكلام دايما اللي احنا بنقوله لحكامنا، عشان من خلال قناه النادي الاهلي كابتن علاء احنا هنا مش بنجيب الحالات التحكيميه عشان نطلع حكم غلطان، احنا بنجيبها عشان نعلم الناس، نعلم الحكام ان ازاي تميز ما بين الاخطاء باهمال بتهور بقوه زايده، لان النهارده كانت المباراه فيها حاجات كتيره جدا جدا كابتن علاء للاسف هو مر بيها محمد الحلفي وطاقم التحكيم بالكامل، يعني بالقياس بالمباراه اللي سابقه النهارده التحكيم نجح فيها، ولكن هنقف عند حالات مهمه قوي قوي قوي. وانا بقول لمحمد النهارده، محمد انت عملت مباراه كويسه، ولكن مش هينفع يعني الحالات اللي احنا هنشوفها ديت ما يبقاش فيها بطاقات، لان حالات كتيره جدا جدا، لان ربما بطاقه في بطاقه ممكن لاعب يطرد. اما مش هنتكلم اكتر ما هنجيب الحالات يا كابتن الاول، وانا نجيب طاقم التحكيم نشوف كان محمد الحنفي النهارده مر بالمباراه، الحكم الدولي محمود ابو الرجال، وكان مع محمد فاروق، الاثنين حقيقه طبعا متميزين، يمكن حاله تسلل عند محمد، ولكن النهارده كان عنده اكتر من 8 حالات تسلل كان هو نجح فيهم. ابو رجال النهارده الكره عبرت مرتين، بعد قال لك يعني الكره عبرت خارج منطقه خط المرمى، ابو رجال كان قراره صحيح، لان قلنا الكره لابد انها تعبر بكاملها كابتن شريف خط المرمى. الحكم الرابع هنا جلال احمد، وكان على الفار سيد شعبان وشهاب راشد. انا جايب حاله جميله جدا جدا ودي للحكام، اللي هي الهدف الاول لمعلول، وهنشوف الحالات الدفاع هنا. بس هنا كابتن بس نقف شويه استاذنك، هنا بنقول للحكام دايما 9 15 يا كابتن عادل، لو انت مش هتديها صح للاعب، قلنا الانديه عندها لعيبه عندها مهارات بتقدر تستخدمها في ان هي ممكن تجيب هدف مباشره، وعشان كده هنا الحالات الدفاع هنا مظبوط، الحنفي عمله كويس، وهنا بنقول ان هو استغل هنا معلول الحائط الدفاعي. يعني ايه الحائط الدفاعي؟ هتلاقي في حالات برضه كابتن اسامه هتلاقي الحائط الدفاعي 8 ياردة 7 ياردة 6 ياردة، ده مش مقبول، ولكن انا بقول النهارده الحائط الدفاعي النهارده كان مظبوط، اللي هي 9 15 لا تقل عن 9 15، وهنا علي معلول قدر ان هو يستغل المسافه اللي هي القانونيه، وقدر ان هو يجيب الهدف الاول اللي احنا شفناه، هدف متميز لعلي معلول. نروح بيه ليه ورا بعض كده، هفرجك على اللي احنا قلناه في بدايه الحلقه، وهسيب حضراتكم انتوا تحكموا، انتوا وتقولوا يعني انتوا كحكام النهارده تقولوا لي هل دي تستحق البطاقه ولا لا. دي اول حاله معانا نشوف هنا. بس كابتن عادل جاوب انت، تستحق خلاص احنا عرفنا طبعا تستحق يا كابتن علاء. طبعا متفقين، ادي اول حاله نعد مع بعض كابتن شريف اللي جايه وكابتن اسامه. الحاله بعد كده دي الفاول كابتن شريف، المخالفة اللي هي كانت على خط ال 18 دي اللي انا قلت كابتن اسامة دي بتاعت الهدف تمام، ايه رأيك فيها؟ كابتن ناصر هيجيبها انذار. ادي ايه؟ ادي كده كام بطاقة؟ اثنين اثنين، التالتة خلاص دي التالتة، التالتة اللي جاية العادة، ونشوف على محمد عبد المنعم. يلا اديني العادة بتاعتها، العادة بتاعت محمد عبد المنعم العادة القريبة هنا نفس المعيار، محمد عبد المنعم كان يستوجب بطاقة صفراء في الحالة الثالثة. طيب نروح بقى للحالة المهمة اللي احنا بنتكلم على المعايير الواحدة، اللي بنقول لحكامنا لابد ان يكون عندك معايير واحدة. شفنا قبل كده، تسمح لي بس يعني هنقف بس قبل ما نجيب الحالة دي، قبل كده كان عبد المنعم في نهائي كأس مصر تم طرده ايوه مع لاعب بيراميدز في الضربه من غير كره في الوجه. ايضا شفنا الشناوي طرد في حاله ضرب من غير كره في مباراه.
النهارده انا بتكلم على هذه الحاله ونشوف هنا نشوف الحاله اللي جايه ديت فين الفار في الحاله دي. يا كابتن ايمن هاتنا الحاله من فضلك، لان هنا المعايير اختلفت يا كابتن ايمن، المعايير هنا اختلفت. هنا الكره اتنقلت، الحنفي هنا خلاص راح فين؟ راح مع اللعبه. صح. يبقى هنا الفار هنا موجود، ادي كوع بالشمال، ادي الكوع في الوش في الوجه، ثم بعد كده ايه اللي حصل؟ نشوف تاني وباليمين، كوع باليمين وكوع بالشمال يا كابتن، نفس الحاله. هذا الحدث الحكم ما شافوش. الغريب ان الحكم بالمعيار، الغريب ان المخرج عدا يا كابتن. بالمعيار، بنفس المعيار اللي تم طرد فيه عبد المنعم الشناوي، هي نفس الحاله. يعني انا كنت اتمنى ان هنا الحكم ما شافش، ولكن كان الفار كان موجود كان يجب ان هو استحق الحكم. احنا بنتكلم يا جماعه مش معنى المباراه عدت يا كابتن عادل، لا، في اخطاء تحكيميه حصلت. وهنا دور الاتحاد الدولي والاتحاد الاهلي والقرارات وكله، ازاي بنعلم الحكام توحيد الحكام في القرارات، ده شيء مهم جدا جدا جدا. نروح للحاله اللي بعد كده اللي هي تسلل، بنشوف هنا او حاله هنا معانا، هل هنا في مخالفه ركله جزاء؟ وهنا الحنفي قريب واشار بالركنيه. احنا قلنا دايما عندما تكون المخالفه لابد ان يكون في شد او ايه او دفع. هنا بنشوف هنا حركه جسم لاعب نادي الاهلي، هي حركه طبيعيه ان انا ايه كره فوق وانا برجع بظهري ثم ايديا اتحطت. سؤال هنا، في المهاجم بيبقى ذكي جدا جدا يا كابتن علاء، لما ايد المدافع تتحط بيستغل هذا التلامس ويعمل السقوط. هو حتى كمان عنده اختلال توازن لاعب احمد ياسر ريان، وهنا بنقول ان احمد ياسر مش احمد ياسر. ياسر احمد ياسر ماذا فعل؟ يعني ياسر مع احمد ياسر، انا حطيت ايدي ثم هو حصل سقوط، وبالتالي هنا بنقول ده اسمه تنافس في الكره وليس في ركله جزاء يا كابتن، لان انا ولا في شد ولا في دفع، وانا كمهاجم هنا بستغل الايد ثم يعمل السقوط، وهنا كان قرار الحكم كان قرار صحيح باستمرار اللعب. هنا عندنا محمد فاروق عمل مباراه النهارده جامده جدا جدا جدا، اختبارات صعبه 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 واجاد فيها. دي الحاله الوحيده، لا نمشي بالحاله ديت ماشي. هو هنا يلا خلينا نمشي، هنا التسلل موجود، التسلل موجود يلا ماشي، وهو اشار على التسلل تمام نقف. وانا بحييه، دي واضحه جدا يا كابتن عادل، دي مش محتاجه للديلي سيجنال، لان هي ايه مش دقيقه قوي. اللاعب مهاجم في موقف التسلل هو راح اشار على طول، لان هي لعبه واضحه اكتر من اربع خمس ياردات بأشيد بيه، لان في بعض الحكام بتسيب اللعبه ديت تمشي وتعمل مشكله. لا هنا الراجل واضح وتمركزه كان جيد محمد، وبالتالي هنا كان القرار كان قرار صحيح. يمكن عمل اكتر من حاله تميز. عندنا حاله بقى اللي جايه دي مهمه قوي يا محمد يا فاروق، اللي هي راحت انفراد اخرنا، دي اخر حاجه ومهمه جدا جدا يا محمد. نشوف هل في تسلل يا كابتن شريف؟ هو رفع كابتن ايمن، هو رفع بعد ما اللعبه كملها مظبوط تمام. وهنا الحنفي طبعا اشار باستمرار اللعب. هنا نشوف ها في لا ما فيهاش واحد مغطي هنا كابتن، واحد مغطي ها اللي هنا ده مغطي يا كابتن، واحد مغطي هنا مفيش تسلل. اللي هو فين ولا مش فين تمام، اللي هنا اللي هنا خلاص يا كابتن اسامه. ايوه كابتن، انا بقول بشيد به محمد، ولكن دي حاله يعني دقيقه جدا، ويمكن محمد انت يا محمد فول انت كنت شويه تمركز مش مظبوط، وهنا انت رفعت صحيح. على حاله كان ممكن يجي منها هدف والفار كان هيراجعها وكان ممكن يبقى مشكله، لكن بشكل عام النهارده التحكيم عمل مباراه كويسه باستثناء التمييز بين المخالفات. اتمنى للحكام التوفيق، واتمنى مجلس الحكام تتقبل كلامنا، احنا هنا بنطور اداء الحكام. كابتن بشكرك شكرا شكرا جزيلا يا كابتن ناصر، امتعتنا كالعاده. يخليك. وانتهى الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي في الجولة رقم 32 الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت باكتساح النادي الأهلي للبنك الأهلي بثلاثية نظيفة مع الرأفة، وتصدر النادي الأهلي للقمة منفردا مرة أخرى، واقترابه بشدة من درع الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر يا كابتن، نورتنا وشرفتنا والف مبروك. الف مبروك كابتن، وكل سنه وانت طيب، وعقبال اللي جاي ان شاء الله كله يا رب ان شاء الله. مبروك كابتن اسامه عربي، الف مبروك كابتن، متشكرين جدا. الله يبارك فيك يا ايمن، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله الافضل في اللي جاي ان شاء الله. كابتن علاء مهوب، شكرا يا كابتن، شرفتنا. شكرك يا ايمن، مبروك النهارده على الثلاث نقاط، وكل سنه وانتم طيبين. بالصحه والسلامه كابتن علاء الرحمن، الف شكر. مبروك يا كابتن، وكل سنه وانتم طيبين.
وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.